طيب برضو ماذا لو احنا، انا واحدة بقع في المشكلة دي، مثلا لو في ايا كان نوع المرض اللي يتطلب انتي بايوتيك او مضاد حيوي، المفروض ان هو يكون مثلا كل 8 ساعات، انا بنسى، فبيبقى كل 10 ساعات، كل 12 ساعة، او حتى ده بيتطلب مني ان انا اغير ميعاد الساعة اللي انا ابتديت اخد فيها الدواء. ومنوع برضو في غلط تاني، ان احنا حسينا ان احنا بقينا كويسين فما بنكملش كورس المضاد الحيوي. التانية أخطر من الأولانية بكتير، يعني إن أنا اتلخبطت في الميعاد ففرقت ساعة أو ساعتين فغيرت ميعاد المضاد الحيوي، يفضل ده ما يحصلش، ولكن لو حصل فضررها أقل من إن أنا ما كملش الكورس. إن أنا ما كملش الكورس أنا كده بعرض جسمي والناس اللي حواليا كلهم إن في الإصابة اللي بعد كده المضاد الحيوي اللي أنا خدته نفع مش هينفع. فأنا عملت مقاومة، خليت البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، هو بيسموها سوبر باج، بكتيريا قويه او سوبر ما بقاش بيأثر فيها المضاد الحيوي، لان انا ما كملتش الكورس لغايه الاخر فطلعت منه اقوى. المشكله ان ده ما بيحصلش للشخص بس، ده هيحصل للبكتيريا، فهي تيجي لشخص اوريدي ما عملش الغلطه دي، فانا بقيت بجبر البكتيريا وقويها في المجتمع كله مش عند الشخص نفسه، فده ضرر مجتمعي مش ضرر شخصي كمان.